مسلسل خروج المنتخبات القوية النهارده، شفنا خروج راموس ورفاق، طبعا المصريين كلها طبعا فرحانه طبعا راموس. يعني ومشير الصور بتاعته يعني طبعا هو بيعيط فرحانين وكده. اكيد طبعا. شايفه الماتش كان ازاي؟ مبدئيا انا شايفه ان اداء اسبانيا ضعيف من بدايه دور المجموعات. الثلاث ماتشات قدوهم ما كانوش قد كده. اول ماتش بس هو اللي لحد ما كان قوي، اللي كان قصاد البرتغال. الماتشات الثانيه كانت ضعيفه خالص. هييرو يعني تغيير المدرب، يعني هل اتظلم؟ اكيد اكيد. يعني فكره ان رئيس الاتحاد الاسباني ان هو يغير مدرب قبل المونديال بيومين، دي حاجه صدمه، واكيد كان ليها تاثير على اداء اللعيبه وعلى اللعيبه.